بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي اليوم عن الأمبليوبيا اللي هي الكسل البصري أو الكسل الوظيفي للعين. حقيقة الأمبليوبيا من الأشياء الشائعة جدا واللي بعض الأحيان بناخذها بقليل من الجدية، مع إنها إذا انتبه إليها وتم معالجتها بالشكل المناسب ممكن تحقيق نتائج كتير كويسة في هذا المجال. يعني تعريف الأمبليوبيا أو الكسل الوظيفي للعين is the unilateral غالبا or rarely the bilateral decrease of best corrected visual acuity caused by form vision deprivation and or binocular abnormal binocular interaction for which there is no pathology of the eye or visual pathway could be detected. كل كلمة أو كل كلمة في هذا التعريف إلها معنى. يعني بجيش أنا مثلا أقول إنسان عنده ماينس 5 في عين والفيجن عنده 66 مثلا أو 6 أو 63 أقول عنه أمبليوبيك. ليش؟ لأن أنا ما استعملت البيست كوركشن لسه إله، بس أستعمل البيست كوركشن لهذا المريض ويصل لحد معين حنحكي عنه، ممكن أقول والله هذا عنده أمبليوبيا في هذا الآي أو ما عندهش أمبليوبيا في هذا الآي. بمعنى لو هذا الماينس 5 لبسته كوركشن معين، نفرض ماينس 4.5 وصار 6.6 مثلا، هذا مش حسميه أمبليوبيك. تمام؟ طيب، إذن تعريف الأمبليوبيا بيكون إما نقص في حدة الإبصار في البيست كوركتد فيجوال أكيوتي في عين غالبا، أو في العينتين أحيانا نقص في البيست كوركتد فيجوال أكيوتي إله سبب من سببين أو السببين التنين مجتمعين. أول سبب اللي هو فورم فيجن ديبرايفيشن. ديبرايفيشن يعني الحرمان، والفورم من الشكل. العين إذا ما بتبصرش الأشكال المختلفة والباترنز المختلفة في الفيلد بتاعنا في حياتنا، يعني بتكسل وظيفية. طب إيش الأشياء اللي ممكن أنا تحرمني من إني أشوف الأشكال؟ الميديا أوباسيتيز زي الكاتراكت، زي الكورنيال أوباسيتي، زي إلى آخره. تمام؟ أو ريتينال ديزيز معين كونجينيتال ممكن يحرمني من إنه هذا الشكل يصل لمنطقة التحليل في الدماغ. إذا كل شيء بيؤدي لفورم فيجن ديبرايفيشن، تمام؟ not just light يعني إحنا بنشوف أشكال مختلفة وأنظمة مختلفة من الأشكال في حياتنا، إشي مربع، إشي مستدير، إشي مكعب، إشي مش عارف أبصر إيش، يعني أشياء كثيرة لا حصر لها. تمام؟ يعني وهذه الأشياء بتعطي خبرة للعين في الرؤية، بتعطي خبرة للفيجوال كورتكس في الرؤية. الحرمان من هذه الأشياء في الفترة الأولى من الحياة بيؤدي للكسل الوظيفي للعين. إذن أي شيء بندرج تحت مجموعة الأولى من الأسباب اللي هي تحت مجموعة الفورم فيجن ديبرايفيشن ممكن يؤدي لي إلى إيش؟ إلى أمبليوبيا. المجموعة الثانية بين يعني من الأسباب هي مدى التعاون بين العينتين. لما يكون التعاون نورمال، إيش يعني نورمال؟ يعني نورمال ريتينال كورسبوندنس، يعني نورمال باينوكيولار سينجل فيجن، يعني العينتين في اللحظة الواحدة في أي لحظة تطلع عليهم بيشوفوا نفس الصورة ومتجهين على نفس الاتجاه في الفراغ وبتطلعوا على نفس التارجت في الفراغ، يعني بينقلوا بث حي ومباشر نفس الصورة. تمام؟ طيب لو صار عندي سكوينت، هل بيكون عندي نورمال انتر اكشن، في تعاون طبيعي؟ لا، لانه بصير الفيجوال دايركشنز بتختلف. فيجوال دايركشنز تاع النورمال اي مثلا بيكون ستريت اهيد، الفيجوال دايركشن تاع السكوينتنج اي اما بيكون اكزو او ايزو او هايبر او هايبو او الى اخره، فبالتالي بصير لها فيجوال دايركشن اخر. ايش الدماغ بيعمل؟ بيعمل سبريشن سواء سنترال سبريشن او بيريفيرال سبريشن او الاثنين مع بعض، وبالتالي بصير عندي ابنورمال باينوكولار انتر اكشن، عدم تعاون بين العينتين. السبريشن اذا استمر لفتره طويله
هيؤدي لامبليوب، يعني الامبليوبيا نتجت عن السبريشن، والسبريشن نتج عن الابنورمال باينوكيولار انتر اكشن. في ناس بيكون عنده الحاجتين، عنده فورم فيجن ديبرايفيشن وفي نفس الوقت عنده ابنورمال باينوكيولار انتر اكشن. زي كيف انسان عنده مثلا انايزومتروبيا وهاي ريفراكتيف ايرور في العين المور انايزومتروبيك، تمام، او المور اميتروبيك، تمام. ايش يعني مور اميتروبيك؟ اسوأ في الريفراكتيف ايرور. ايش يعني اسوأ في الريفراكتيف ايرور؟ يعني الصوره حتكون بليرد كتير على الريتينا. البليرنج اوف ايمج على الريتينا بالضبط يعتبر نوع من الفورم فيجن ديبرايفيشن، نوع من الحرمان من رؤيه الاشكال، تمام. فبالتالي وهذا الانسان اللي عنده انايزومتروبيا ايضا عنده سكوينت، فحيجمع السببين فورم فيجن ديبرايفيشن وايش ابنورمال باينوكيولار انتر اكشن. طيب وصلنا في التعريف للاسباب بتاعت الامبليوبيا for which there is no pathology of the eye or visual pathway. تطلع على العين تفحصيها مبينه سليمه، تعمل examination للفيجوال pathway بطرق عديده بتلاقيه سليم. اذا هذا مرض وظيفي، الكسل البصري هو مرض وظيفي. يقسم الكسل البصري لعدة أقسام حسب الأسباب، وكل قسم بدنا نتبعه لحاجة من حاجتين، إما form vision deprivation أو abnormal binocular interaction. أول نوع من الأمبليوبيا هو الاسترابيزميك أمبليوبيا، يعني الأمبليوبيا اللي ناتجة عن الاسترابيزمس، يعني بتندرج تحت أي بند abnormal binocular interaction. إذن الأمبليوبيا إما abnormal binocular interaction أو form vision deprivation. إذا الاسترابيزميك أمبليوبيا تعتبر من ضمن results from abnormal binocular interaction where there is continued monocular suppression of the deviating or squinting eye. طالما في continued suppression وهذا السبريشن مونوكيولر دائما في عين من العينتين، هذا حيؤدي لي لايش؟ لامبليوبيا. الانايزومتروبيك امبليوبيا حتندرج تحت اي نوع؟ الفورم فيجن ديبرايفيشن. ليش؟ ليش يا بنات؟ لانه الانايزومتروبيا حتعني لي انه في ريتينال ايمج واضحه في الليس اميتروبيك اي، وريتينال ايمج مش واضحه في المور اميتروبيك اي، وبالتالي هتؤدي لانايزومتروبيك امبليوبيا تحت بند الفورم فيجن ديبرايفيشن. طبعا الانايزومتروبيك امبليوبيا is caused by a difference in refractive error between the eyes and may result from a difference of as little as 1 diopter sphere. يعني حتى ال 1 diopter بيعمل امبليوبيا؟ نعم، يعني لما بيكون عندي انا بلس 4 مثلا عند طفل وبلس مثلا 2.75 في العين الثانيه، هل ممكن يعمل لي امبليوبيا؟ بيعمل امبليوبيا. الفرق في 1.25 عندي، معناته مين الايمج بتكون عنده اوضح؟ في الواحد 2.75، في ال 2.75 لانها لس هايبرمتروبيك. الايمج بشويه اكوموديشن ممكن تيجي على الريتنا بشكل اوضح من العين اللي فيها بلس 4. كيف يعني 5% و2.5؟ ما فهمتش. اخذناها المخ بيقدر يدمج بين، يعني كان في فرق بين العينتين بنسبه 5%. لا شوف الدماغ وهذا حتدرسوه في النيوروفيسيولوجي في سنه رابعه، فرق في الصورتين، في الصورتين في حجم الصورتين عند الادلت لعند 8% وعند التشايلد لعند 12% ديفرنس في اللي هو الايمج سايز، بيقدر يدمجهم، تمام؟ بيقدر يدمجهم. فبالتالي يعني حيكون عندي انا ايش؟ يعني بيقدر يدمج صور زي هيك، بس ممكن انا يصير عندي فورم فيجن ديبرايفيشن والمور بليرد ايمج، المور بليرد ايمج
الدماغ يعملها سبريشن، فبالتالي هو مش محتاج انه يعمل ايش دامج لصور او فيوجن، وعشان هيك بتصير الايش الامبليوبيا، لانه لو بده يدمجهم واستطاع انه يدمجهم مش حتصير عندي امبليوبيا. تمام، فبالتالي هذا حيشكل لي طالما صار سبريشن في المور اميتروبيك اي حيصير انا عندي ايش امبليوبيا، حيصير عندي امبليوبيا. The more ametropic eye receives a blurred image, which is a mild form of visual deprivation, it is frequently associated with microtropia and may coexist with strabismic amblyopia. يعني الميكروتروبيا سيندروم كنا نقول إنه في عنده anisometropia وanisometropic amblyopia من ضمن صفات. وأيضا إذا كان عندي strabismus تمام، يعني حيكون عندي هذا المريض أو يعاني من شيئين، من abnormal binocular interaction عشان الاسترابيزمس، وform vision deprivation عشان الانايزوميتروبيا، فحيكون عنده استرابيزميك وانايزوميتروبيك امبليوبيا. تمام، ثالث نوع اسمه stimulus deprivation amblyopia، من اسمه ايش يعني حيندرج تحت اي form vision deprivation stimulus deprivation amblyopia. الان في هذا النوع، في هذا النوع ما عنديش انا استرابيزمس ولا عندي انايزومتروبيا، بس في عندي ميديا اوباسيتي بتحرمني من وصول الاستيمولس اللايت استيمولس للريتينا. تمام، فهذا بيشكل فورم فيجن ديبريفيشن. الانايزومتروبيا بتشكل فورم فيجن ديبريفيشن بس كمايلد فورم، كمايلد فورم. بس الاستيمولس ديبريفيشن الصحيح اللي هو اللي فعلا هو استيمولس ديبريفيشن هو اللي بيعني الي ميديا اوباسيتي. الامبليوبيا ريزلتس فروم فيجن ديبريفيشن، ات مي بي يونيلاترال اور بايلاترال اند از كوزد باي اوباسيتيز ان ذا ميديا، زي الكاتاراكت، زي الكورنيال اوباسيتي، زي الفيتريوس اوباسيتي الى اخره. تمام، او توزز اذا كان سيفير توزز، مودريت تو سيفير توزز يغطي لي اللي هو الانتري اوف لايت لا يعني داخل العين. طبعا اذا سالنا يعني which is more amblyogenic اليونيلاترال كاتاراكت ولا البايلاترال، اليونيلاترال اخطر وبتعطي ريسك اعلى في الامبليوبيا. ليش؟ لانه العين السليمه تمام سهل انه الدماغ يقبل صورتها الواضحه، وبتصير العين اللي فيها الكاتاراكت هي بالضبط اللي بتخضع دائما لعملية السبريشن من قبل الدماغ. البايلاترال اميتروبيك امبليوبيا results from high symmetrical refractive error usually hypermetropia، وهذه ايضا form vision deprivation لو هاي بايلاترال اميتروبيا، وبالذات هاي بايلاترال هايبرميتروبيا تلاقيه بلس 10 في العينتين او بلس 9 او بلس 8 not corrected for يعني long time. بضل اخر نوع من الامبليوبيا اللي هي ميريديانال امبليوبيا، ميريديانال امبليوبيا اللي هي results from image blur in one meridian، وبنعني فيها عندنا الاستجماتيزم ال uncorrected astigmatism. It can be unilateral or bilateral and is caused by uncorrected astigmatism usually أكثر من one diopter persisting beyond period of emmetropization in infancy. يعني infant عدى مرحلة الemmetropization، يعني مفروض يصير emmetrope ما يضلش عنده astigmatism كتير. تمام، وضل عنده astigmatism ما عملنالوش correction، فهذا حيدخل عندي في ايش في امبليوبيا، ايضا تندرج تحت الفورم ميريديانال امبليوبيا. كيف احط تشخيص للامبليوبيا؟ حقيقه عشان احط التشخيص لازم ارجع للتعريف. ايش التعريف؟ unilateral or bilateral، يعني ممكن يكون عندي شخص يجيني بunilateral amblyopia وممكن يكون شخص عندي يجيني bilateral amblyopia، هذه قضية. decrease
في البيست كوركتد فيجوال اكيوتي. ببداش اتحدث عن امبليوبيا قبل ما ابذل كل محاوله اني اصل للبيست كوركشن. تمام. نفرض انسان اجاني بالنظاره بتاعته والفيجن سي سي بالنظاره مثلا 6 على 18 في العين اليمين و6 على 24 في العين الشمال، هل هذا امبليوبيا؟ بالضبط. يعني انا ما باخذش الفيجن سي سي على اساس انه هو مسلم، لابد من اني انا اعيد الترايل، اعمل له سايكلو وبعدين ارجعه مره ثانيه اعيد الترايل بناء على السايكلو الجديد. يمكن نظارته هاي بلبسها له فتره طويله او مش مناسبه او صار فيها خطا ما. تمام. فبالتالي لابد من اني اعمل بيست كوركشن، وبعد البيست كوركشن اذا ما وصلتش للنورمال فيجن تمام ممكن انا اشخص انه عنده امبليوبيا. اذا in the absence of an organic lesion a difference in best corrected visual acuity of two Snellen lines or more، او اذا بستعمل يعني التشارتس اللي بتستعمل اللوغاريتم اوف ذا مينيمم انجل اوف ريزوليوشن اللوغمار تشارت، يكون عندي اكثر ديفرنس اكثر من واحد لوغاريتميك يونت از انديكاتيف اوف امبليوبيا، از انديكاتيف اوف امبليوبيا. بمعنى قديش النورمال بيرسون لازم يصل في السنيلين؟ 6 على 6. البيست كوركشن عنده وصل عنده 6 على 12 او 6 على 18، هاي تو لاينز اور مور، اقل من الطبيعي. تمام. اذا هذه امبليوبيك اي. البيست كوركشن عنده وصلت 6 على 12 6 على 18، اذا ضايل عنده لسه خط ال 6 على 9 وال 6 على 6. مزبوط. اذا a decrease of best corrected visual acuity of two Snellen lines or more is indicative of amblyopia. طيب في شغله جدا لازم ننتبه لها، قضيه الكراودنج فينومينون. كراودنج فينومينون لليترز بتاعت التشارت. معروف انه الفيجوال اكيوتي ان امبليوبيا از يوجوالي بيتر وايل ريدنج سنجل ليترز. في بعض التشارتس خاصه للاطفال بتستعمل سنجل لتر او سنجل بيكتشر زي الكي بيكتشرز. تمام. وهذه حنيجي لها بعد فتره بسيطه. تمام. فالانسان لما ما يكونش حوالين الحرف اللي بتطلع عليه احرف ثانيه، ما فيش ظاهره الازدحام في الحروف، الكراودنج هذه بيؤدي افضل، يعني بتعرف على الحرف افضل. يعني بالضبط لما يكون انا عندي حرف معين وجنبه احرف ثانيه بصير اصعب التعرف على حرف ضمن احرف، وهذه الكراودنج فينومينون ضروري ننتبه لها جدا جدا، لسبب انه بالذات في موضوع الامبليوبيا لازم استعمل كراودد روز، لازم استعمل سطور من الاحرف مزدحمه، ما استعملش السنجل لتر. ليش؟ لانه ممكن بالسنجل لتر هذا الامبليوبيك بيشنت ممكن يوصل 6 على 9، في الكراودد ممكن يوصل 6 على 18. تمام. ليش؟ لانه الكراودنج فينومينون بالنسبه للامبليوب بيؤدي بشكل افضل لما تعطي له الشيء البسيط منفردا. اذا فيجوال اكيوتي ان امبليوبيا از يوجوالي بيتر وايل ريدنج سنجل لترز than letters in a row. This crowding phenomenon occurs to a certain extent in normal individuals. هذه بتحدث ايضا في الاشخاص الطبيعيين، but to a certain extent in normal individuals, but is more marked in amblyopes and must be taken into account when testing preverbal children. هذه لازم اخذها في الحسبان. يعني ايش اخذها في الحسبان؟ يعني ما احاولش اسهل الفحص على نفسي عشان اخلص بسرعه واعطي له برزنتيشن لسنجل لترز او سنجل بيكتشر عشان نخلص ونقول والله هذا نظره 6 على 9 بالكي بيكتشرز. لا، اذا في كراودد تيست وبفهم عليه الطفل يفضل استعمال الكراودد تيست عشان يكون مور اكوريت في تحديد البيست كوركتد فيجوال اكيوتي. وحنيجي طبعا للفيجوال اكيوتي تيستينج في البريفيربال تشيلدرن، الاطفال في مرحله ما قبل الكلام، والفيربال تشيلدرن الاطفال اللي بيتكلموا في اعمار المختلفه. كيف تعالج الامبليوبيا؟ علاج الامبليوبيا قبل ما نقول كيف تعالج، هو علاج مضني ومتعب، مرهق للمعالج، مرهق للاهل، مرهق للطفل. اذا الاهل ما استوعبوش رساله
ليش أنا بدي أعالج وإيش الهدف من المعالجة وإيش الأخطار اللي بتكتنف عين الطفل إذا إحنا أهملنا في العلاج أو زهقنا من العلاج. إذا ما فهموش القضية هاي متكاملة وبالتفصيل مش حيكون تعاونهم في العلاج، لأنه علاج الأمبليوبيا ما بيتمش في المركز الصحي أو في العيادة، بيتم في البيت. لما أنا بدي أقول لإنسان بدنا نغطي لك أو بدنا نغطي لابنك عينه مثلا الشمال 6 ساعات في اليوم أو 8 ساعات في اليوم أو طول اليوم عشان العين اليمين تنشط، مش هيقعد طول اليوم في العيادة يغطي، هو حينفذ الأمر هذا وين؟ في البيت. فبالتالي إذا هو ما فهمش إيش الهدف، إيش هو الكسر الوظيفي للعين، إيش هي الأمبليوبيا، ليش صارت، إيش طرق علاجها، كيف لازم الأهل يتعاون، وكيف لازم يتأكدوا من إنه الغطاء تماما محكم وإنه الطفل ما بيحاولش يعني يلتف حوالين الغطاء بإنه مثلا يرخيه من جهة يتطلع كذا. إذا ما فهموش القضية هاي والأهداف تاعت العلاج، حتصير عندهم الرأفة بإنه أنا أريح ابني وإنه متضايق من الغطاء تاع العين، تغلب على إنه أنا يعني مفهومه لعلاج الكسل الوظيفي لسه مش واضح كتير، ومش كتير حيقدر إنه هذه القضية مهمة جدا في المرحلة هاي عشان نتغلب على الأمبليوبيا. فبالتالي ضروري جدا أقعد كويس لفترة كافية جدا مع الأهل وأشرح لهم بالتفصيل إيش هو الكسل الوظيفي، إيش أسبابه، ليش ابنكم صار معه أو بنتكم صار معها الكسل الوظيفي، إيش العلاج الأنجع للكسل الوظيفي، لأنه في عدة علاجات تمام، وهذا العلاج الأنجع كيف إنه هو بدي أنا أستغله بشكل يعني وأتعاون فيه مع الشخص المعالج. طبعا التريتمنت، طبعا السنسيتيف بيريود ديورينج ويتش اكيوتي اوف ذا ان امبليوبيك اي كان بي امبروفد از يوجوالي اب تو 7 تو 8 ييرز ان استرابيزميك امبليوبيا. يعني بقدر اعالج الاسترابيزميك امبليوبيا لغايه سن 7 أو 8 سنوات تمام، اند ميبي لونجر انتو تينز يعني لنهايه العشرة الاولى وبدايه العشرة الثانية من العمر. For anisometropic amblyopia where good binocular function is present. في الانيزومتروبيا في عندي binocular function، في عندي binocular single vision، اللهم في عندي mild form of vision deprivation، فبالتالي يعني في فرصة أطول لعلاج الانيزومتروبيا. بعض الكتب تحكي من 11 ل 12 سنة. طبعا هذا الكلام 7 و8 سنوات و11 و12 سنة مبني على دراسات، ولكل قاعدة استثناءات. يعني بعض الأحيان ممكن تلاقي طفل أكبر من هيك شوية ويستجيب، وبعض الأحيان بتلاقي طفل أصغر من هذه المراحل العمرية وما يستجيبش. بس طبعا بدنا نتأكد تماما ليش ما استجابش عشان يعني نقول ما استجابش. يعني هل هو ما استجابش لأنه فيش تعاون، فيش كومبليانس في العلاج من طرف الأهل، أو إحنا ما شرحناش كفاية عن هذه القضية، ولا هو مش حيستجيب يعني سواء تعاونوا أو ما تعاونوش. أفضل وأنجع علاج للأمبليوبيا هو الأوكلوجين. فيش علاج لحتى الآن، لم يكتشف علاج للأمبليوبيا أفضل وأنجع وأكثر إنتاجا من الأوكلوجين of the normal eye of the normal eye. إذن أوكلوجين of the normal eye to encourage use of the amblyopic eye is most effective treatment. هو أفضل وأنجع علاج. طب قديش أغطي العين السليمة؟ طول اليوم ولا جزء من اليوم؟ حسب حالة المريض وحسب شدة الأمبليوبيا. إذن the regime in full time or part time occlusion depends on the age of the patient، يعتمد على عمر المريض، and the density of أمبليوبيا، يعني شدة الأمبليوبيا. كل ما كانت الأمبليوبيا أشد بحتاج ساعات تغطية أكثر. طب إيش دخل عمر المريض في هذه القضية؟ مش قضية بس مش هيتحمل. يعني لما أنا يكون عندي طفل صغير إنفنت مثلا أو عمره سنة وسنتين لسه عنده يعني developing visual system، يعني بيكتسب خبرات، إذا أنا عملت أوكلوجين مثلا full time بالضبط، النورمال آي ممكن مع الأوكلوجين هذه تصير هي فيها أمبليوبيا. وعشان هيك في عندي يعني عدة أشياء لازم أنا أتبعها، من ضمنها لازم أعمل مونيتورينج للفيجوال أكيوتي في العينتين.
بالفعش أنا والله اليوم فحصت العينتين لقيت عين واحدة من التنتين فيها أمبليوبيا. على المراجعة بعد الأوكلوجين أفحص فقط الأمبليوبيك آي، تمام، أقول ما هي فيها المشكلة. طب ممكن مع الأوكلوجين صار مشكلة في الثانية، هذه قضية. إذا لزمني فول دي أوكلوجين أو فول تايم أوكلوجين، بعض الكتب وبعض الباحثين بيقول لا أنا بعطي فول دي بات وان أور. إيش يعني فول دي بات وان أور؟ يعني بغطي كل اليوم بس لازم يريح في 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 خلال النهار، لازم يريح ساعة يفتح العين اللي أنا مغطيها عشان ما محاولة لتفادي إنه يحدث فيها إيش كسل نتيجة التغطية الدائمة، نتيجة التغطية الدائمة. The younger the patient the more rapid improvement. ليش كل ما كان الطفل أصغر كل ما كان جهاز البصر مرن، المرونة البلاستيسيتي تاعت الفيجوال سيستم عنده أعلى، وكل ما بيكبر هذه البلاستيسيتي بتكون يعني بتبدأ تقل المرونة، تمام. بس أيضا هذه إيجابية، بس السلبية إنه although the greater the risk of inducing amblyopia in the normal eye, it is therefore very important to monitor visual acuity regularly in both eyes during treatment. لأنه أنا ممكن أتفاجأ إنه أنا خلال عدة زيارات على مدى مثلا 4 شهور أو 6 شهور قاعد بتبع الأمبليوبيك آي وفي إمبروفمنت، وفي إمبروفمنت بتفاجأ بالنهاية إنه النورمال آي صارت مور أمبليوبيك من الإيش اللي هي الآي اللي أنا بعالجها، تمام. فبالتالي ضروري إني أنتبه إلها. The better the visual acuity at the start of occlusion, the shorter the duration required. Although there is wide variation between patients. كقاعدة إنه في أمبليوبيا بتفرق عن أمبليوبيا، يعني في best corrected visual acuity مثلاً 6/18 وفي best corrected visual acuity 1/60، يعني هنا تعتبر أشد بكثير من 6/18. كل ما كان الفيجن أحسن، البست كوركتد فيجوال أكيوتي أحسن عند بداية العلاج، كل ما كان المدة اللازمة للعلاج أقصر. هذه كقاعدة، بس في variation between individuals، يعني ممكن إنسان يكون عنده 1/60 ويستجيب للعلاج بسرعة أكبر بكتير وفي فترة أقصر من 6/18، تمام. ففي يعني variation، وبالتالي لكل قاعدة في استثناء. هنا الكلام اللي لازم احنا يعني ما ننساهوش ابدا. It has been if there has been no improvement after 6 months of effective occlusion. نحط خط تحت الافكتيف اوكلوجين، لانه مش كل اوكلوجين بيستعملوه الاهل افكتيف. يعني لما يكون اللاصق على العين نص مفتوح ونص مسكر هذا مش افكتيف اوكلوجين. لما يكون اللاصق بعد الاهل بيحطوه على النظاره أو بيقترحوا على المعالج، على الشخص المعالج نحطه على النظارة عشان مثلا في حساسية على إيش؟ على الجلد، تمام؟ يعني بتحسس من البلاستر أو من اللاصق تاع العين. هذا أيضا مش إفكتيف أوكلوجين. ليش مش إفكتيف أوكلوجين؟ لأنه بيقدر يعني يسترق النظر بالعين السليمة، وبالتالي ما استفادتش العين اللي هي قاعدين بنعالج فيها للأمبليوبيا ولا حاجة استفادت. فبالتالي لابد أنه يكون إفكتيف أوكلوجين. الأهل متابعين الطفل ساعة بساعة، مش والله أنا بغطي له عينه وبيروح يلعب أو يرسم أو يلعب على الكمبيوتر أو يطلع مع زملائه برا مع الأطفال يلعب وبرجع لي مثلا بعد 4-5 ساعات. ايش ادراني انه في ال4-5 ساعات ما فتحش هذا، هو بده يلعب مثلا بالالعاب او بالكوره او بالكذا، فتحها ورجع قبل ما دخل لزق حط اللزقه مره ثانيه، هذا مش افكتيف اوكلوجين. يعني الافكتيف اوكلوجين بيكون فعلا افكتيف اوكلوجين مع مونيتورينج من قبل الاهل ومراقبه ومتابعه من قبل الاهل، انه فعلا اذا مطلوب مثلا نغطي 6 ساعات في اليوم لازم 6 ساعات كاملات يغطيهم في اليوم. فبالتالي لابد من يكون عندي إفكتيف أوكلوجين. إذا عملت وضمنت إفكتيف أوكلوجين ومضى 6 شهور من الإفكتيف أوكلوجين وفيش إمبروفمنت، معناته مش حيصير عندي إمبروفمنت بعد هيك، والأمور ثبتت على هذه القضية. Further treatment will be يعني unlikely to be fruitful. Poor compliance، التعاون السيء أو عدم الاستجابة، تمام، is the single greatest barrier to improvement and must be monitored.
يعني البور كومبليانس التعاون الغير جيد، عدم التعاون، التعاون بشكل مش سليم من قبل الأهل مع الشخص المعالج لطفلهم، هو أكثر عامل بيحد من النتائج تاعت علاج الأمبليوبيا. And must be monitored، يعني لابد من أني أنا أتبع هذه القضية. بتغطوا؟ نعم بنغطي. بنفعش أقول بارك الله فيكم وشكرا جزيلا وخلص. كيف بتغطوا؟ والله بنغطي كذا. كم ساعة بتغطوا؟ وين اللاصق هذا اللي بتغطوا فيه؟ إيش بيعمل أثناء فترة التغطية؟ هل بيمارس نشاط بصري؟ هو الأفضل أنه يمارس نشاط بصري، مش جاست مجرد أغطي وهذا. يرسم، يكتب، يلعب ألعاب دقيقة على الجوال، على الكمبيوتر، يعني نشط عينه. عينه لازم إيش؟ تتنشط وتشتغل، ونشاط العين إنها تبصر، تبصر الأشكال والأحرف والرسومات وإلى آخره، تمام؟ فبالتالي لابد من أني أنا أراقب هذا الموضوع عشان فعلا يكون عندي قناعة بأنه هل هذا هينفع علاج الأمبليوبيا معاه، ولا أنه خلص انقضت 6 شهور ومن الإفكتيف أوكلوجين وما فيش عندي أي فائدة. أمبليوبيا تريتمنت بينيفيتس. تفضلي. احنا هذه القضيه بتحدد لي هل هو بدي استعمل له بارت تايم اوكلوجين ولا فول تايم اوكلوجين. بعدين اللي النظر فيها سيء، مش ضروري انه كل الناس تكون لايت بيرسبشن مثلا، يعني في عندك من احنا تو سنيل ان لاين ليس ذان نورمال ونازل، تمام؟ فبالتالي انه مش ما بيشوفش فيها، بس انا بدي انشطها تشوف، بدل ما تشوف 6 على 36 تشوف 6 على 24 تشوف 6 على 18 وهكذا بطريقه، يعني ما بقدرش استعمل. هو اكثر طريقه ناجعه هي الاوكلوجين، تمام؟ الان لما لبرين بغطي صوره العين السليمه، بطلت العين السليمه ترسل صور للبرين. الان البرين مضطر يتعامل مع البليرد ايمج اللي جايه من ايش؟ من العين اللي فيها امبليوبيا، وبالتالي بيصير يتعود يصلوا منها معلومات، وبالتالي بتبدا تنشط العين وبتبدا تتحسن، اللي هي قضيه الامبليوبيا. إذن الأمبليوبيا treatment benefits from time spent at the outset on communication of the rationale and the difficulties involved. زي ما حكينا، علاج الأمبليوبيا بيحقق نتائج أفضل لما أنا عند بداية العلاج أقعد مع الأهل وأشرح لهم بالضبط عن إيش هي الأمبليوبيا، إيش مخاطرها، إيش الهدف من العلاج تاعها، ليش إحنا بنغطي عين الطفل. كل ما شرحت بالتفصيل وفهموا الأهل مظبوط، كل ما كان تعاونهم أفضل، وكل ما كان الناتج عن العلاج أفضل، وكل ما كان الناتج عن العلاج أفضل. طيب، في طريقة أخرى بسموها البينالايزيشن أو الأتروبينايزيشن، استعمال الأتروبين في علاج الأمبليوبيا. طبعا هذا له شرط، أنه لابد تكون يعني الأمبليوبيا مش شديدة، يعني 6 على 24 أو 6 يعني على 18، يعني في الحدود هذه، ما تكونش سيئة جدا. الهدف من استعمال الأتروبين، يعني أنا عندي مثلا رايت أمبليوبيك آي، الفيجن فيها 6 على 18 وما فيش إمكانية لتغطية العين الشمال، مثلا منتالي ريتاردد تشايلد مثلا، أو إنسان مش متحمل بالمرة الغطاء أو إلى آخره، أو poor compliance، يعني الأهل مش فاضيين، الأبو في شغله والأم في شغلها ومحدش فاضي للطفل، تمام؟ الأتروبين إيش بيعمل؟ بيعمل توسيع للبؤبؤ، بيعمل سايكلوبليجيا، تمام؟ بيخلي النظر. شرط عشان أستعمل الأتروبين إنه مع استعماله يصير ديكريز في الفيجن في النورمال آي، عشان يصير في الليفت آي مثلا هنا الفيجن أقل من الرايت آي، فبتصير العين النورمال فيجن فيها اقل، فبتصير هاي الاوضح، فبتبدا تنشط، تمام؟ وكاني عامل اوكلوجين بس بطريقه ثانيه، بس مش اوكلوجين. فبالتالي لو ضربنا مثال ثاني، انسان عنده هنا 3 على 60 بالعين اليمين وهنا 6 على 6، هل بنفع استعمل له الاتروبين في علاج الامبليوبيا؟ طبعا لا. ليش؟ لانه الاتروبين قد ما بده يغبش عنده، تمام، حتضل الصوره هنا اوضح من هنا، فما فيش استفاده. اذا البينالايزيشن ان ويتش فيجن ان ذا نورمال اي از بليرد وذ اتروبين از ان الترناتيف ميثود. الميثود الاساسيه
هي الأوكلوجن. الميثود الأساسية واللي لازم أول ما أبدأ أفكر فيها. مش كل واحد عنده الأمبليوبيك آي 6-18 أو 6-24 على السريع أنا بروح أعطيله أتروبين. لا، الأوكلوجن بضل مور إفكتيف. أنا بضطر للأتروبين لما يكون فيش كومبليانس بالمرة، تمام؟ فبالتالي بيكون عندي الأتروبين حل بديل مضطر له، تمام؟ إذن it is best in the treatment of relatively mild amblyopia 6-24 or better in association with hypermetropia الconventional occlusion. الأوكلوجين المعتاد اللي حكينا عنه قبل شوية is likely to produce a quicker response than atropine which is generally used when compliance with occlusion is poor. يعني أنا بضطر له اضطرار كحل بديل لما يكون عندي الأوكلوجين مش متعاون معه أو فيش إمكانية لاستعماله لسبب أو لآخر. It is essential to examine the fundi to diagnose any visible organic disease prior to commencing treatment for amblyopia. لازم نفحص الفندس، نعمل فندس examination، لأنه ممكن يطلع معنا بالفندس examination إنه في عندي organic disease مثلا في الريتنا أو في العصب البصري أو إلى آخره، وبالتالي يعني بيكون هذا واضح عندي في التشخيص. السؤال، هل ممكن يبقى في عندي organic disease، هل ممكن يكون في عندي organic disease وفي نفس الوقت أمبليوبيا؟ ممكن يعني ممكن يكون عندي mild cataract وأمبليوبيا وأعالج رغم وجود الأورجانيك ديزيز، وإذا استطعت إزالة الأورجانيك ديزيز هذا بأزيله، تمام؟ أورجانيك ديزيز and أمبليوبيا may coexist and a trial of batching may still be indicated in the presence of organic disease. If acuity does not respond to treatment, investigations such as electrophysiology or imaging should be considered. يعني ممكن أنا إذا ما استجابش على علاج الأمبليوبيا نضطر نطلب له electrophysiologic studies زي الإلكترو ريتينوغرام والإلكترو أوكيولوغرام والفيجوالي إيفوكت بوتينشيالز. هذه حنحكي عنها في وقتها، بسموها electrophysiologic study عشان أدرس الفيجوال باثوي هل هو سليم ولا مش سليم، تمام؟ أو أني أعمل تصوير يعني زي تصوير بالرنين المغناطيسي الـ MRI أو الـ CT عشان أشوف إذا كان في سبب معين يعني له علاقة بموضوعنا. حد يسأل سؤال في الأمبليوبيا؟ طيب نيجي للكلينيكال إيفاليويشن أوف سترابيزماس، التقييم السريري للحول. يعني كيف أنا ببدأ مع مريض الاسترابيزماس؟ كيف إجاني مريض عنده حول؟ بدي أسأل سؤال قبل. المريض هذا دخل علي العيادة، إيش شايفين؟ مش شايفين إيش؟ إيش شايفين؟ ولا في إيزو ولا في إكزو. يعني إيش معناته؟ للخلف دور وروح، صح؟ في عينك كمجدار. يعني ممكن يكون عنده intermittent squint، تمام، ويدخل عندك في وضع الأورثو، تمام. فبالتالي يعني مش كل مريض داخل بعينين سليمات يعتبر سليم. يعني كل مريض بدخل عندي أكيد في عنده شكوى، يعني وحتى لو سودو سكوينت يعني لازم أنا يعني أفحص هذا المريض، وفي طرق فحصية كثيرة. أول حاجة مش بس في الحول وفي أي مرض تاني، يعني قضية الهيستوري، لازم أخذ هيستوري من المريض. الهيستوري من المريض بتقسم عندنا لعدة أشياء. أول حاجة الأيج أوف إنسيت، متى بدأ الحول، متى بدأ الحول. طب هل بتفرق معنا؟ طبعا بتفرق معنا، لأنه إذا كان بدأ بكير كتير يعني مثلا في الست شهور الأولى من العمر غالبا بيكون الحل جراحي، بينما لو بدأ بعد ذلك يعني من عمر سنة ونص لثلاث سنين كرينج، يعني غالبا بيكون في عندي أكوموداتيف كوز، يعني زي الأكوموداتيف إيزوتروبيا، وغالبا ممكن أنا تفكيري يبدأ في اتجاه نظارة، تمام؟ بمعنى إنسان بيجي عمره مثلا تسع شهور،
تسع شهور وعنده المنظر هذا. تمام؟ امتى بدا عند ابنكم او بنتكم هذه المشكله؟ بدا عندها من 4 شهور. ايش يعني 4 شهور؟ يعني من عمر 5 شهور. اذا بكير، بادي بكير. تمام؟ طيب، من عمر 5 شهور انا ببدا افكر، بحطش قرار نهائي بس ببدا افكر غالبا هذا early onset ايزوتروبيا وبتحتاج تدخل جراحي. تمام؟ طيب نيجي هنا نحكي حاجة تانية. امتى بدأت المشكلة؟ والله تقريبا بعد الولادة ب3 شهور. ايش رأيكم؟ برضو ببدأ افكر انه هذا بدأ بكير، يعني مش ساعة ما اجاني، لا، امتى بدأ؟ age of onset. age of onset. تمام؟ age of onset ممكن يوجه تفكيري بس ما بيعطينيش قرار نهائي. بيوجه تفكيري انه والله مش كل واحد اجى عنده حوال عمره 3 سنين هذا معناته عنده accommodative component. هو هذا المفروض ما يجيش، يجي بعين عدلة. ليش؟ لانه اذا كان فعلا بعد 3 شهور وطلع فعلا early onset isotropia مش لازم يتأخر في الجراحة ل3 سنوات، وهذا حنيجي له لما نحكي عن الايرلي اونست. بس بعض الناس بتخاف، يعني في مجتمعنا وارد انه بعض الناس بتخاف وبديش اعمل عمليه وبديش ابني يتعرض لعمليه، فممكن يجي في عمر 3 سنوات أو 2 سنين ولسه الحول موجود، الحول اللي نشا عنده بعد 3 شهور من الولاده. بيجي انا مثلا عمره مثلا 4 سنوات. تمام؟ متى بدا الحول؟ تمام، رايت إيزوتروبيا مثلا، والله بدينا نلاحظ عليه من 4-5 شهور بدأت القضية هاي. إذا بدأت وهو عمره 3 سنين ونص تقريبا. تمام؟ معناته أنا ببدأ أفكر في إنه هذا المريض أو هذا الطفل ممكن يكون عنده أكوموداتيف إيزوتروبيا. تمام؟ طيب ليش ما بدأتش قبل؟ كل ما بيكبر الطفل، يعني الطفل الإنفانت اللي عمره 9 شهور 8 شهور، الحاجات اللي بتطلع عليها كبيرة، وجه أبوه أمه أخوه أخته، بس يكبر له شوية يصير 2 سنين بيبدأ يمسك الألعاب. تمام؟ الألعاب أحجامها أصغر، لما بيبدأ يروح الروضة بصير بده يكتب أحرف، بده يكتب كلمات، بده يدقق في إشي أصغر، بصير الأكوموديشن عنده لازم. وإذا كان عنده مثلا هاي هايبرمتروبيا حتعمل له أكوموديشن، والاي سي على اي ريشيو اللي هو اكوموداتيف كونفيرجنس حيزيد بقدر ما بيزيد الاكوموديشن، فممكن ينتج لي اكوموداتيف ايزوتروبيا. فهذه القضيه لازم وانا بسال عن الايج اوف اونست استوضح تماما، يعني مش والله طفل دخل عندي عمره 3 سنوات اذا هذا اكوموداتيف، لا، ممكن يكون بدت زمان عنده القضيه وممكن ما تكونش زمان، فحسب ما ايش هو الاهل بيخبرني. في اهل بيجوا not oriented، يعني ايش؟ يعني امتى بدا الحول؟ مش عارفين. طب ايش اعمل انا ساعتها؟ بطلب اولد فوتو للطفل، صوره قديمه، يعني عمره 4 سنوات، اذا بتقدروا مثلا صور الجوال الان اصبحت يعني وسيله مساعده كثير. تمام؟ بدي مثلا 10 صور 20 صورة، قديش بتقدروا توفروا من مراحل عمرية مختلفة، يعني هو عمره سنة، هو عمره 6 شهور، هو عمره 1.5 سنة، فيش حد إلا بيصور أبنائه وبناته الصغار بالذات، يعني بيكون عندنا نهم في تصوير أبنائنا وبناتنا، فبالتالي ممكن هذه تفيدني في قضية أحدد تقريبا إذا الأهل مش كتير قادرين يحددوا وقت نشوء الحول. تمام؟ إذا age of onset can give an indication as to the etiology of asquin. The earlier the onset, the more likely the need for surgical intervention. كل ما كان أبكر كل ما كان إحنا محتاجين لتدخل جراحي. The later the onset, the greater the likelihood of an accommodative component, يعني زي accommodative isotropia, mostly arising between 1.5 و3 سنين. طيب لو حكولي مثلا إنه الطفل عمره 5 سنوات وإله 4 سنوات في المشكلة، يعني من عمر سنة، إذن the longer the duration of squint in early childhood, the greater the risk of amblyopia. لما من الهستوري وأنا باخد في الهستوري وبسمع لكلام الأهل، عمر الطفل 5 سنوات، إجوا علي اليوم
قديش له؟ له والله 4 سنوات. عالجته؟ لا والله أول مرة إحنا بنأخذه، خفنا نعالجه. تمام؟ بصير أنا عندي حدث أو عقلي الباطن بحدثني بشغلة إنه هذا الطفل ممكن بيعاني من أمبليوبيا، وممكن الأمبليوبيا تكون شديدة، إلا إذا كان عنده intermittent squint. intermittent squint. inspection of the previous photographs may be useful for. طبعا the longer the duration of squint in early childhood the greater the risk of amblyopia unless the fixation is freely alternating. إيش يعني the fixation alternating؟ يعني مرة بيعمل fixation بالright eye والleft eye بتصير squinting ايزو او اكزو، ومرة بيعمل fixation بالleft، يعني في شغل بيتحمل على العينتين، فبالتالي هذا بيقلل الريسك بتاع الامبليوبيا. بس لو دائما مثلا رايت ايزو او رايت اكزو دائما، ودائما اللي فيكسيتنج هي الليفت اي، بصير عندي شك كبير انه الرايت اي هذه امبليوبيك اي. امبليوبيك اي طبعا لما نشوف الاولد فوتو بتكون بتساعدنا على الديكومنتيشن امتى بدا الحول، ومش بس امتى بدا الحول، واذا كان في عندي ايش ابنورمال هيد بوستشر. abnormal head posture. إذن the age of onset مهم جدا. يا ترى الحول له symptoms؟ إيش رأيكم؟ بدي أسأل عن symptom. إيش يعني symptom؟ يعني الإشي اللي بيشكي منه المريض، مش العلامات اللي أنا بشوفها على المريض. الإشي اللي بيشكي منه المريض أو الأعراض اللي هو بيشكي منها المريض. غالبا ملوش symptoms إلا في حالة من حالتين، إما يكون decompensating phoria أو يكون sudden onset squint. sudden onset squint وغالبا baritic، يعني حول شللي. تمام؟ ايش يعني decompensating phoria؟ يعني فوريا مسيطر عليها الدماغ، وفي فيوجن وفي binocular single vision. تمام؟ بس بدت تتحول لتروبيا نتيجة ارهاق الدماغ، نتيجة مرض، نتيجة ستريس الى اخره. تمام؟ ساعتها بتبدأ الاعراض. الاعراض في الناحيتين متشابهة، ولكن هنا في المريض اللي عنده decompensating phoria وفي لحظات بتتحول لتروبيا ثم بترجع لفوريا، أو نتيجة الإرهاق بتتحول لتروبيا، بيقدرش يحدد لي بالضبط الوقت اللي بدت فيه الأعراض. تمام؟ بينما اللي عنده sudden onset squint بيبقى عارف بالضبط أنه أنا صحيت اليوم لقيت عندي مثلا ازدواجية من في النظر. تمام؟ صحيت اليوم الازدواجية هاي ما بتروحش إلا لما أغمض عين من العينتين أو ألف راسي باتجاه معين. تمام؟ فبالتالي السادن اون ست سكوينت والديكومبنسيتنج فوريا لهم اعراض زي البليرنج، زي الديبلوبيا، زي الاوكيولار ديسكومفورت الى اخره. اذا السيمبتومز مي انديكيت اما ديكومبنسيتنج بري اكزيستنج هيتروفوريا او مور سيجنيفيكانتلي ا ريسنتلي اكوايرد يوجوالي باريتيك كونديشن. ان ذا فورمر في الاول في الديكومبنسيتنج فوريا the patient usually complains of discomfort, blaring and possibly diplopia بس of indeterminate onset and duration. بيقدرش يحدد لي بالضبط امتى بدت وقديش استمرت. تمام؟ بينما الacquired condition اللي هو الباراليزيز. تمام؟ اللي عنده sudden onset diplopia بيقدر يحدد بالضبط امتى صارت. الان بطلنا نكتفي نقول diplopia ونسكت. في تخصص البصريات لابد من اني اعرف هل الديبلوبيا هوريزونتال ولا سايكلو فيرتيكال. هوريزونتال يعني انا في عندي هوريزونتال بروبلم، هوريزونتال سكوينت زي 6 نيرف بالسي. تمام؟ سايكلو فيرتيكال معناته انا في عندي سايكلو فيرتيكال مسل. ايش هم السايكلو فيرتيكال مسلز؟ بالضبط اللي هم الفيرتيكالي اكتنج ماسل او السايكلو فيرتيكالي اكتنج ماسلز، اللي هم التو فيرتيكال ريكتاي سوبيريور وانفيريور والتو اوبليك ماسلز. اي واحده يصير فيها مشكله ممكن تعمل لي سايكلو فيرتيكال ديبلوبيا، او اكثر مثال حيمر علينا على هيك اللي هي الفورث نيرف بالسي، لانه بيصيب السوبيريور اوبليك ماسل بيعملها سوبيريور اوبليك ويكنس. لازم اعرف
الشيئين اللي بيشوفهم المريض يعني جايين هيك شيء وخياله تمام، ولا جايين بشكل يعني مائل بالنسبة لبعضهم البعض. طبعا هذا should be established. The direction of gaze in which it predominates. يعني إنسان عنده 6 nerve palsy. Right 6 nerve palsy. هاي رسمت العين السليمة. العين اللي فيها right 6 nerve palsy إيش حتكون؟ رايحة ميديا. إيزو. لأنه lateral rectus ضعيفة. lateral rectus ضعيفة. طيب هذا لو قلنا له اطلع على اليمين واطلع على الشمال. طبعا العين الشمال هتطلع على اليمين عادي وهتطلع على الشمال عادي تمام. العين اليمين في اي جهة في لما ينظر لليمين ولا لما ينظر للشمال بتزيد الدبلوبيا؟ لليمين. ليش؟ لانه هنا اللاترال ريكتس مش قادرة ايش بتزيد يعني الدبلوبيا في البرايمري بوزيشن نتيجة انه صدن انست ايزوتروبيا ناتجة عن الويكنس اوف ذا لاترال ريكتس هتزيد على اليمين، على الشمال ممكن تروح تماما تمام. لازم هذه الاعراض اسال المريض عليها. سالته قال لي انا بشوف الواحد اثنين تمام. طيب جنب بعض ولا مايلين بالنسبه لبعض؟ جنب بعض. طيب جنب بعض معناته انا عندي هوريزونتال ديفيشن. طب لما تطلع على اليمين بتحسن الوضع ولا لما تطلع على الشمال؟ لا لما اطلع على اليمين بيسوء الوضع. ايش يعني بيسوء؟ يعني بتضل الصورتين صورتين وبيبعدوا عن بعض تمام. لما بتطلع على الشمال لما بتطلع على الشمال ما فيش دبلوبيا، بتروح الدبلوبيا او بتخف كثير. لازم اسال عن هذه القضايا. اذا بتروح معناته في عندي في الليفت جيز في عندي باينوكيولار سنجل فيجن، مزبوط ولا لا؟ هذا المريض زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت لازم يعمل اي فيس تيرن رايت ولا ليفت؟ رايت، عشان عينيه يجوا على الفيلد اوف باينوكيولار سنجل فيجن تمام. ايضا بعد السؤال عن الاعراض او من ضمن السؤال عن السيمبتومز بالنسبة للأدلتس، it is very important to determine exactly what problems the squint is causing. يعني ممكن يجي الأدلت له سنوات طويلة، الإنسان البالغ بيعاني من سكوينت، لازم أسأله عن السبب الحقيقي اللي هو جاي عشانه، لأنه ممكن كل القصة تكون إيش؟ إنه هو متضايق من ناحية كوزموتيك إيشو، يعني هو يعني بده يتخلص من السكوينت عشان موضوع الشكل الجمالي للوجه بتاعه، فبالتالي يعني لابد استوضح هذه القضية. It is unusual. طبعا هذا حيساعدني في اخذ قرار العلاج، هل هو عملية ولا نظارة ولا بريزمات ولا ما شابه. It is not unusual for a patient to present with spurious symptoms which mask embarrassment over a cosmetically noticeable squint. يعني هو ممكن يجي ويحكي عن اعراض طويلة عريضة تمام ومدة طويلة من الوقت، وهو بالنهاية بده يوصل لفكرة انه انا مش عاجبني شكل العينتين بالشكل هذا. يعني القضية بالنهاية الاساسية له كوزموتيك، يعني مش قضية باينوكيولار سنجل فيجن ولا قضية سبريشن ولا قضية امبليوبيا. قليل من المرضى ممكن يكون صريح يقول يعني لا انا بديش اشوف في العين تمام، خلص قد ما وصلت للفيجن اللي وصلت له انا راضي فيه، بس بديش يكون في عندي سكوينت. في مرضى بيقدروش يحكوا الكلام هذا تمام. في مرضى يعني انا شايف عيني مش طبيعيات. طب مش طبيعيات كذا يعني بتغبش شويه كذا. انت بدك يعني تستقي ما في داخله من معلومات تستحثيه انه في شويه انحراف شايف شايف يعني حابب تتخلص من اللي بدي اعرف انا اوجهه عشان اعرف اللي هو هل هو هذا الشيء الوحيد اللي بيشكي منه. هذا حيساعدني في اللي هو اخذ قرار العلاج اذا كان جراحه او خلاف. ثالث شيء بدي اسال عنه في الهيستوري الفاريابيليتي. اذا اول شيء الايج اوف اونست، ثاني شيء السيمبتومز، ثالث شيء الفاريابيليتي التغير في الحوالة. طبعا هذا مهم ليش؟ Because intermittent strabismus indicates some degree of binocularity والalternating deviation suggests symmetrical visual acuity in both eyes. يعني ايش intermittent strabismus؟ طب انا سألت كيف بدي اسأل الاهل؟ يعني هل الطفل اللي عندكم دائما بيجي عينه شاردة لبرا؟ لا والله، هو لما يسرح، لما ينعس، لما يركز في التلفزيون هيك ويعني يركز على التلفزيون وينسجم معاه، لما يمرض شوية تمام
بتطلع عينه للحظات وبعدين إذا نبهناه أو نادينا عليه بترجع عينيه. إيش معناته؟ معناته هذا intermittent strabismus، يعني المثال الأوضح اللي هو إيش؟ intermittent exotropia. طيب إيش استفدت أنا من المعلومة هذه؟ إنه في عندي binocular vision طول الوقت في الأربع وعشرين ساعة، تقريبا 24 ساعة إلا ثواني، تمام؟ أو إلا دقائق، تمام؟ طيب إيش يعني فهمت إنه في عنده binocular single vision طول الوقت ما عدا دقائق قليلة أو لحظات معدودة؟ معناته أنا ما بخافش من الريسك أوف أمبليوبيا، ما بخافش من قضية إنه يصير عندي مثلا abnormal retinal correspondence أو يصير سبريشن، وحيصير سبريشن في اللحظات هاي فقط، أما بعدك حيرجعوا العينتين يشتغلوا كتيم، وبالتالي حيكون الأمر عندي مطمئن وأنا يعني باخد قراري براحتي ومعايا وقتي، تمام؟ طيب لو قال لي إنه مثلا دائما بيحول بعينه الشمال، لا والله مرة بنلاقيه بيحول بعينه الشمال وبركز باليمين، مرة بعد فترة بتلاقيه حول باليمين وركز بالشمال. إيش يعني alternating fixation؟ متبادل، يعني إنه تقريبا الفيجن في العينتين نفس الليفل، مش شرط يكون 6/6، ممكن يكون يعني 6/12 6/12، متقارب جدا أو متساوي، فبالتالي هو بيأخذ فيكسيشن. هذا إيش برضو بيعطيني إطمئنان إنه أنا ما بخافش من الأمبليوبيا. طيب لو قال لي مثلا إنه دائما بركز بعينه الشمال ودائما عينه اليمين جاية هايبر مثلا، بخاف من قضية الأمبليوبيا، بخاف من قضية الأمبليوبيا. أيضا لازم أسأل عن الجنرال هيلث، الصحة العامة. معروف إنه الصحة العامة بتأثر بشكل أو بآخر على موضوع السكوين. الأطفال اللي عندهم سيريبرال بالسي، شلل دماغي، بنولدوا بالشلل الدماغي، تمام، بيكونوا أكثر عرضة أو نسبة حدوث الحول فيهم أكثر من غيره. والأطفال اللي عندهم سندرومات معينة برضو بيكونوا عندهم عرضة للإصابة بأمراض العين، مش بس الحول، يعني مثلا داون سندروم اللي هو البله المغولي أو ترايسومي 21، تمام، بيكونوا أكثر عرضة أنهم يصابوا أو في يعني بترافق مع إصابتهم بالداون سيندروم قضية اللي هو الفيرنال كيراتوكونجنكتيفايتيز والكيراتوكونس وما شابه، تمام. فبالتالي الجنرال هيلث بتأثر بشكل أو بآخر على هذا، فلازم أسأل عن صحة الطفل العامة، عن صحة الطفل العامة. هذا بالنسبة للأطفال. الأولدر بيشنتس بور هيلث أند ستريس مي كوز دي كومبنسيشن أند إن أكوايرد باريزز بيشنتس مي ريبورت أسوشيشنز أور كوزال فاكتورز زي التروما، نيورولوجيكال ديزيز، دايابيتس. إيش معنات الكلام هذا؟ إنسان عنده فوريا، تمام؟ إكزوفوريا أو إيزوفوريا، وبتعرض لستريس كتير في حياته، يعني شغل طول النهار من الصبح للليل، مشاكل في حياته كذا، هذا بيكون أكثر عرضة إنه يصير عنده ديكومبنسيشن مع الاسترس ومع الإرهاق، تمام، إنه الفوريا تتحول لإيش؟ لتروبيا. هذا لازم أسأله، يعني كم ساعة بتشتغل في اليوم؟ إيش طبيعة شغلك؟ والله أنا بشتغل مثلا سكرتارية طبية في مستشفى، وبعدها بأروح في عندي شغل إضافي مثلا كذا، تمام، بضل أطبع على الكمبيوتر مثلا 6 ساعات دوام من حد ما أسلم دوام لغاية ما أروح، وأنا نازل أطبع تقارير وأدقق في أشياء يعني كلام صغير وكذا. هذا ستريس يتبع ستريس، فبالتالي هذا حستفيد منه إنه إيش؟ إنه في إرهاق، أو إنسان مثلا في توجيهي قاعد بيدرس لتوجيهي للثانوية العامة، وبيدرس بعد المدرسة اللي مدة دوامها 5 ساعات بيدرس له 6-7 ساعات متواصلة، تمام، بيجي مثلا عنده مثلا اكزو فوريا قاعده بتعمل دي كومبنسيشن، فبالتالي ضروري اسال عن هذه القضيه. ايضا في الاكوايرد باراليزيس فورث نيرف بالسي سيكس نيرف بالسي، ممكن المريض يقول لك انا تعرضت لحادث بسيط، تمام، وما اخذتش ولا اعطيت، بس بعد الحادث البسيط هذا، تمام، وقعت على الارض، ضربتني سياره بشكل خفيف، وقعت على الارض، قمت روحت لقيت صار عندي ازدواجيه في النظر، تمام، فممكن هو يربط الكلام هذا في يحدد لي الشيء اللي ممكن يكون سبب الحول اللي صار عنده. بعض الناس بيكون عنده نيورولوجيكال ديزيز او ديابيتس، الديابيتس
بيخرب الأوعية الدموية الصغيرة المايكروفاسكوليتشر، وخاصة في العين، في الكلية، في القدم، في عندي ديابيتك فوت، وأيضا في الدماغ ممكن يعمل لي إسكيميا في النيرفز اللي بتغذي عضلات العين اللي هو الأوكيولو موتور نيرف، السيكس نيرف اللي هو الأبدوسنت نيرف، والتروكليار نيرف اللي هو الفورث نيرف. ممكن أي واحد منهم يصير في بلسي بنتيجة إسكيميا في النيرف، يعني جوع أكسجيني في مادة العصب. تمام، السبب في الجوع الأكسجيني هو إيش؟ إنه الأوعية الدموية والشعيرات الدموية اللي بتوصل وبتغذي هذا العصب خربت من الديابيتس، وهذه عادة بتشفى لحالها، يعني بعكس اللي هو التروما اللي ممكن يعني ما تشفاش أو إلى آخره. تعبتوا؟ طيب بنوقف عند البيرث هيستوري، لازلنا في الهيستوري. يعطيكم ألف عافية.